مباراه صعبه جدا للنادي الاهلي امام غزل المحله. عايز اعرف رايك يا استاذ محمد فيما يحدث في الدوري العام المصري في الاربع او في الثلاث جولات الاربع جولات الاولى. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا احنا متفائلين خير بالدوري السنه دي، في حاجات جميله جدا مع الرابطه الجديده، مع حاجات جديده، مع تصوير جديد، مع اخراج جديد، مع نظام مسابقه جديد ومختلف، يعني مع دخول جماهير، كل دي حاجات يعني تدعم المنتج بتاعك وتقوي المسابقه. وشفنا الجمهور لما بدا يدخل بدا يدي صوت وبدا يدي روح في الملاعب بشكل كويس جدا. لكن تبقى النقطه اللي هي عامله مشكله اللي ما انضبطتش لغايه دلوقتي هي نقطه التحكيم، هي اللي عامله مشكله في الدوري لغايه دلوقتي. اوكي. يعني هي كل حاجه كويسه فيما عدا التحكيم. مش انا بس اللي شايف كده، لا، من وجهه نظري ان الامور بشكل عام كلها منضبطه لحد كبير، وممكن تزيد وتبقى اكتر. يعني ان شاء الله مع زياده الجمهور الامور هتبقى افضل بكتير جدا. شايفين المستوى الفني، شايفين اكتر من فريق مستوى فني متميز، شايفين اهداف، شايفين اصرار، شايفين لعب هجومي، شايفين مدربين جدد، شايفين لعبه جديده بتطلع. لكن يبقى التحكيم ما زال بيغرد خارج المنظومه اللي موجود فيها. شفنا مشاكل كتير جدا في مباريات كتير جدا، مش هقول لك مباريات الاهلي بس، لكن الاكثر وضوحا واللي الناس كلها بتشوفه بتتابعها طبعا ماتشات الاهلي. يمكن شفنا في ماتش الاهلي والزمالك بعض الاخطاء اللي وقعت واتكلمنا عنها لاحقا. شفنا الماتش الاخير بتاع النادي الاهلي مع المقاولين، كان في اخطاء يعني كارثيه سواء من الفار او من الحكم او حتى من الاخراج. يعني احنا بنتكلم دايما عن الاخراج التلفزيوني بشكل جيد ومنظم، لكن فوجئنا ان الاخراج يعني ما بيخدمش على الصوره، ما بيخدمش على الاحداث. شفنا احداث حصلت كنا محتاجين نشوفها بشكل افضل، ما شفناهاش. على فكره ممكن تشوفها بشكل افضل تقتنع بالظبط قرار الحكم. يعني ما هو تقتنع. لا انا اقصد ان هي لو الاعاده جت ممكن جدا تقتنع بقرار الحكم. ايوه بالظبط. هو ممكن يقنعك بقرار الحكم، لكن انت ما بتشوفش اعاده بالظبط. شفنا طيب لو كان ده الاخراج، طب الفار المفروض بيتدخل علشان يصوب اخطاء موجوده الحكم ما شافهاش، ما تدخلش. ده حتى تدخل في بعض الامور بشكل سلبي زي حاله طرد حمدي فتحي، كان قرار الحكم صايب فيها، تدخل الفار واثر على قرار الحكم بدل ما يبقى انذار خد كارت احمر. فدي المشكله اللي محتاجه ضبط وربط. يمكن الكابتن عصام بيقول ادوني مهله السنه دي وانا هظبط الامور. نعم. يعني هي جملة اديني مهلة السنة دي، يعني عارف السنة دي؟ السنة دي قال كده فعلا؟ اديني مهلة السنة دي. لا يعني لا يعني بيقول يعني ساعدونا في السيزون ده شوية كده. ساعد نعمل ايه؟ عشان نقف على رجلينا والامور تتظبط وبعد كده يطلع وجوه جديدة. لا لا ما اعتقدش ان الكابتن عصام، يعني انا هحاول يا جماعة تدوروا لي على التصريح ده، لان التصريح ده لو اتقال انا ما بعرفش اسوق، فهقعد اخبطك بالعربيه لحد ما موتك وبعدين هتعلم السواقه. فرصه السنه دي ما في حاجه اسمها كده. حتى لو ما قالوش يا كابتن اسلام في حاجات كتيره جدا بتؤدي لهذا الكلام. في حاجات كتيره جدا. لا يعني يا جماعه دوروا لي على التصريح ده، انا هحاول برضه ادور بس دوروا لي على التصريح. يا كابتن اسلام يعني احنا مش عايزين نقول ان في تعمد من الاخطاء، مفيش حكم في الدنيا بيتعمد يعني ماشي، او مفيش حكم ان هو ما بيبذلش خساره جهده. لكن انا مندهش جدا ازاي يكون تجربه فار دي موجوده عندنا في مصر وتحصل هذا الكم من الاخطاء. يعني المفروض نتفادى هذا الامر تماما. خالد اربع